السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلامنا في الجزء الأول من برامج معمارية مجانية عن برنامج زي الفري كاد وبرنامج زي البلندر، وقلنا إن البلندر والفري كاد لأنهم أوبن سورس، في ناس كتيرة بتبرمج جواهم أدنس كتيرة تعمل رندر تحول شغل البيم قوي جدا. فالنهاردة بقى هنكمل السلسلة ديت، ياريت تشوف الجزء الأول وتتابع معانا السلسلة إن شاء الله. الـ IFC Open Shell ده أداة هتخليك تتعامل مع الـ IFC بشكل أقوى، وتقدر إن أنت تعمل مكتبة خاصة بيك، بحيث إن أنت مثلا عايز تعمل إضافة لملف الـ IFC تقدر إن أنت مثلا تاخد منه معلومات معينة، تقدر إن أنت تعمل له إظهار على الكمبيوتر عندك أو في أي برنامج أو إن أنت تشوفه أونلاين. فدي أداة قوية جدا، IFC Open Shell هي أداة مكتبة C++ وبايثون لايبرري، هتفيدك في ان انت تعمل حاجة كويسة بملفات الـ IFC، وهي معمولة open source. ودي الملفات بتتعامل مع ملفات كتيرة جدا ويقدر يستخلص منها المعلومة. طيب بعد كده هنلاقي عندنا البيم سيرفر، وهو اونلاين ومجاني، تقدر ترفع عليه الملفات بتاعتك وتتعامل مع الـ IFC بشكل كويس. ريديانس ده برنامج قوي جدا خاص بالإضاءة والأناليسيس بتاع الإضاءة، وكل ده مجاني، فتقدر ان انت تشوف الملفات بتاعتك ويعمل لها محاكاة بشكل حلو، يمكن أقوى بكتير من البرامج التانية، لكن البرامج التانية معاه فلوس تعمل دعاية، فده مفيش، فهنعمل له احنا الدعاية. هو بتعامل بشكل قوي مع أغلب البرامج اللي شغالة في السوق، بتعامل مع الـ IIS الـ Virtual Environment، بتعامل مع ديزاين بيلدر، بتعامل مع الاوبن ستوديو، مع الديفا. دلوقتي كل البرامج دي تقدر ان انت تتبادل المعلومات معاها، ودي بعض المعلومات بحيث لو حد عايز يعمل بحث علمي يقدر ان هو يستفاد بالبرنامج دوت بدون اي خوف ان لا ده البرنامج دوت ممكن ما يكونش موثوق، لا موثوق فيه، وتتعامل بيه ابحاث كتير جدا هوت، فتقدر ان انت تشوفه وتشوف الملفات بتاعته وتقدر ان انت تحملها وتشغل بيها بدون اي مشاكل خالص، مفيش مشاكل او كراك او باسورد او الحاجات دي كلها. طيب من ضمن برضو البرامج المجانية والاوبن سورس الانرجي بلس، والانرجي بلس هو المحرك لاغلب البرامج، يعني حتى ديزاين بيلدر معتمد عليه. تمام، بيعمل ايه؟ بيعمل سيموليشن، بيعمل حاجات للتكييف والهيت بالانس بيست سوليوشن، سن هورلي بيقدر يدرس حركه الشمس طول اليوم، بيقدر يتعامل مع الاتش فاك واللايتنج كنترول، وده كل ده مجاني، مجرد تقول له داونلود، ما بيسالكش على فلوس ولا كراك ولا حاجه خالص، وتقدر تشتغل بيه على الويندوز وعلى اللينكس وعلى ابل ماكنتوش، ودي الاصدارات المختلفه تقدر ان انت تحملها بدون اي مشاكل خالص. بعد كده هنروح للأوبن فوم، هو أوبن سورس متخصص في الـ CFD، يعملها أناليسيس حركة الهواء، حركة المية، حركة الدخان، مجاني تماما، تقدر ان انت تحمله وتقدر ان انت تشغل بيه بدون اي مشاكل خالص، سواء ويندوز أبل ماكنتوش لينكس، تقدر تحمل السورس كود بتاعه، تقدر تاخد فيه تريننج زي ما انت عايز على كل الحاجات اللي موجوده جواه. طيب تعالى بقى نشوف اللي بعد كده، البارا فيو اللي هيعمل لك اناليسز، هو برضو اوبن سورس ومجاني، فتقدر ان انت تعمل بيه اناليسز للحركه تقدر تستخدمها في حركة الهواء، في انجينيرنج تقدر تعملها، في ناتشورال ساينس تقدر تدرس بيها الـ CFD سنسور داتا، ميديكال ساينس، كل الحاجات دي موجودة في البارافيو، تقدر ان انت تحملها مجانا. طيب ان شاء الله الجزء التالت برضو هينزل النهاردة، فتابعوا معنا بإذن الله.